شوف عشان الفيلم مش هتسجل اخر سكشن. شوف هنشوف الكلام ده بعدين يا حمد، ماشي نخلص بس السيكلين ده النهارده وتفهموا الدنيا، وبعد كده نبقى نسجل مع بعض ان شاء الله ونظبط الدنيا. يبقى انا عرفت الظروف العاديه زي ما قلت لك، هي الظروف العاديه انا محتاج اعرف اللي هي استقرار المينا هيبقى ماشي ازاي، عدد الساعات اللي الدنيا فيها تبقى ماشيه، عدد الساعات اللي انا هقدر استقبل سفن وهقدر اطلع السفن. انا محتاج ادرس الظروف العاديه، محتاج ادرس اللونج تيرم ستيبيوليتي اللي انا اتكلمت فيه، اعمل لان لو الشيرة انا قلت لك يا الشيرة يا لو انا باشمهندس. درست الموجه خلال 10 سنين وكانت اكثر ارتفاع 3 متر، لو جيت ادرس الموجه خلال 20 سنه هتلاقي اكثر ارتفاع بيزيد، لو جيت ادرس الموجه خلال 50 سنه الشيرة هتلاقي اكثر ارتفاع بيزيد برضه، لحد ما اوصل ل 100 سنه هتلاقي يابا الارتفاع كل ما الفتره يابا، الزمنيه انت بتزيد. بتحكي مع نفسك يابا. الشيرة بشير اتفضل. بشير الشيرة بشير. خير، لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر حاضر. تمام. رقم أربعة تمام كتير والله قدامكم، تمام تمام ولازم ما قلت لك ده اللي بيغير اصلا ملامح الشواطئ. يعني لو انت جيت تبص على شاطئ اسكندريه خلال القرن اللي فات وخط وشاطئ اسكندريه دلوقتي، انا عايز اقول لكم ان شاطئ اسكندريه لحد دلوقتي بيحصل فيه تغييرات. يعني بحر اسكندريه ده وملامح الدنيا اتغيرت خالص، وبقت اسكندريه من اسوأ الشواطئ. وبعد كده محتاج اعرف اللي هي الاجيتيشنز اللي هي هيجان البحر زي ما قلت لك، عشان اقدر ادرس مدى استقرار السفن داخل اي ميناء. فانا محتاج ادرس اللي هو الاجيتيشن اللي هو هيجان البحر. واخر حاجه واهم حاجه، ودي يعني تقوم عامل عليها علامه كده، وهي دي درس النهارده اصلا، انت محتاج تدرس الاكستريم ويف كلايمت، او معرفه الخصائص القصوى لدراسة الموجة على المدى الطويل. دي أهم حاجة هنتكلم فيها النهاردة، طبعا ده هنتكلم فيها باستفاضة أصلا. تمام. إيه تعريف بقى أصلا الجنرال ويف كلايمت؟ بقول لك تعريف الجنرال ويف كلايمت إنك ترسم لي معاملات الأمواج اللي حصلنا عليها من أكتر من حالة بحر، اللي هي حالات البحر المختلفة، وترسمها مع احتمالية حدوثها. طيب على سبيل المثال بيقول لك لو انا عندي اتش اس خلال فتره زمنيه طويله ممكن توصل لشهر او سنه او اكد مثلا، فانا اقدر امثل البي دي اف والسي دي اف الارتفاعات الاتش اس المختلفه باستخدام الطرق الاتيه. يبقى انا من الاخر الجنرال ويف كلايمت بدل ما كنت برسم الاتش مع البروبابيلتي، لا انا ارسم الاتش اس مع البروبابيلتي، لان بقى عندي اكتر من حاله بحر، كل حالة بحر بتمثل لي ارتفاع معين هو اي كيس. تمام. يبقى انت هتروح ترسم لي علاقة ما بين الاي كيس والبروبابيلتي. يبقى انا اقدر امثل البي دي اف والسي دي اف لارتفاعات اي كيس مع احتمالية حدوثها. طيب الطرق اللي انا ممكن استخدمها، بقول لك ان انا عندي ثلاث طرق. اول طريقة هي الطريقة الجرافيكال، الجرافيكال ميثودز، ودي اهم واحدة فيهم. الجرافيكال ميثود بيقول لك تحتها اربع طرق. خد بالك انا ما يهمنيش انك تعرف لي الطرق، لا معادلاتها ولا طريقتها، انا يهمني انك تعرف اسمها بس، لان الدكتور بيقول لك في الامتحان كده هاو كان اي ريبريزنت لونج تيرم اناليسيس اوف ويفز او جنرال ويف كلايمت. فانت تقول له انا عندي ثلاث طرق، ده سؤال نظري، الجرافيكال ميثود، المومنتس ميثود، الماكسيمم لايكلي هود ميثود. الاثنين الاخرين دول انت مش عايزك تعرف عنهم اي حاجه، انا محتاج تعرف بس الجرافيكال ميثود بتبقى عباره عن ايه. بيقول لك ان انا يبقى عندي طريقه اسمها اللوج نورمال، وعندي طريقه اسمها النورمال، وحاجه اسمها جامبل، وحاجه اسمها فريشت، واخد طريقه اسمها ويبول. طيب يا هندسه برضه انا مش فاهم وحاسس ان الكلام معقد. بقول لك من الاخر كده يا باشمهندسين، ادي الشكل بتاعك اهو، وادي اللي هي قمم الارتفاعات، بص حالات البحر، وجاب كل اتش اس لكل حاله، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي هي القمم القصوى، وعايز يرسم الشكل اللي قدامك ده علاقه ما بين الاتش اس والبروبابيلتي او
يرسم علاقة ما بين التبيك والبروبابيليتي للحالات اللي اتلي است طبعا. ده البروبابيليتي وده السيجنيفيكانت ويفايت وده البيك ويف بيريود او التبيك. تمام. طيب تعالى نشوف بقى اشكال الجرافيكال ميثود عاملة ازاي. بقول لك يا سيدي المشكلة ان كل الطرق اللي انا ذكرتها بتديني كيرفات من الدرجة العليا اللي هي الدرجة الستة. يا ساتر. كيرف المرة اللي فاتت اللي احنا كنا بنشتغل بيه كان كيرف بسيط كده من الدرجة التانية، فكنت بقدر اطبق على طول عليه، كنت اقدر اطبق المعادلة بتاعه واجيب الناتج على طول. طيب ايه المشكلة في الكيرف الرخم اللي طالع لك ده؟ بقول لك انك ما تعرفش تطبق عليه مباشرة وتطلع لي المعاملات بتاعه. ليه؟ لان في معاملات كتير جدا. طيب الحل، بقول لك الحل ان انا احول الكيرف لخط مستقيم. طيب احوله ازاي؟ ان انا اخلي الكيرف مقياسه مقياس لوغاريتمي، نفس اللي انت كنت بتعمله في الماتيريال بتاع اولى مدني وثانيه مدني لما كان يقول لك انا ارسم بكيرف لوغاريتمي. ليه؟ لان كان لو انت رسمت بالكيرف العادي بيطلع لك كيرف من الدرجه السادسه، فكان الكيرف من الدرجه السادسه ده مشكله كبيره جدا في انك تتعامل معاه، فانا احوله الكيرف من الدرجه الثانيه او خط مستقيم. طيب احوله ازاي؟ ان انا اخلي المقياس بتاعه مقياس لوغاريتمي. دي المعادلات اللي مفروض تبقى انت حضرتك شايفها، ما بقولكش انك عارفها. طبعا عندنا البي اتش دي بتمثل لي السي دي اف، هتلاقي كلهم دوال في الاكسبشن، كلهم دوال لوغاريتميه، وهتلاقي عندك معاملات الواي والبيتا دي اللي هي بتمثل لي ميول الخط المستقيم بتاعك كمان. طيب ازاي احول ده المقياس لوغاريتمي للمقياس اللي هو الكيرف المقياس لوغاريتمي؟ ببساطه جدا يا جماعه، انا عايز احول الشكل ده للشكل ده. بدل ما هي علاقه ما بين البي اكس اللي هي الاحتماليه وما بين الاكس اللي هي الاتلس، بس احتماليه معقده وانا مش عارف ادرسها، احولها لعلاقه ما بين الواي داش والاكس داش بدلاله خط مستقيم واي بتساوي اكس زائد البي. طيب ازاي احسب الواي والاي والاكس والبي؟ بيقول لك ادي الشكل بتاعك ودي المعادلات اللي عندك. طبعا اللي عندك ده مش موجود في الكتاب، اللي هو الشكل اللي انا موضحه ده مش موجود في الكتاب، انت كده كده هنزل لك البي دي اف، فالبي دي اف فانت هتبقى شايف الكلام ده كله. ببساطه جدا يا جماعه، انا عندي علاقه ما بين السي دي اف يعني احتماليه تولد عدد من الامواج بارتفاع اقل من او يساوي ارتفاع معين، داله لوغاريتميه. فبيقول لك لا، انا بحتاج اخلي الكيرف ده خط مستقيم. فبيقول لك لو انا خدت، ركز معايا انا هعملها مره واحده، لو انا خدت هنا لين، ركز في اللي هي المعادله بتاع جامبل دي، خدت لين بقت لين بي، طب خدت كمان لين بقت لين لين بي. في الحاله دي بص بقت لين لين بي اهو، ده كده بالنسبه لي الواي. طيب الطرف الثاني بقى اتش ناقص اللمدا على البيتا، او اتش ناقص الجاما على البيتا. تمام. فيقول لك خليها واحد على بيتا، وخلي الواحد على بيتا دي الاي بالنسبه له، يعني ده الجزء المقطوع من محور السينات الصادات، اسف، اللي هو الاي اللي هو الميل، اسف الاي اللي هو الميل. البي بقى هو الجزء المقطوع من محور الصادات، فتلاقي الشكل بتاعك عامل كده. انا عايز بس امشي شويه اعرفك ازاي بنحول المعادله، وهرجع تاني طبعا. ادي المعادله بتاعتي، ادي شكل المعادله الاساسي. لو انا خدت اللين بقت ده شكلها، لو انا خدت كمان لين بقى ده شكلها. بسط لي المعادله بحيث ان المعادله تكون سهله، فبيقول لك ان سالب لين واحد على بي بتساوي واحد على بيتا في الاتش ناقص الجاما على البي، فيقول لك ان ده الميل وده الجزء المقطوع من محور السينات المحور الصادات، وبالتالي اقدر اوصل للمعادله بتاعي. هو انت بتقول لي الكلام ده يا باشمهندس ليه؟ الكلام ده كله عشان النظري، عشان الامتحان، لان الامتحان في جزء اللونج تيرم مسالته محفوظه وهقول لك تحلها ازاي، انما الجزء ده جزء بيجي لك نظري، والنظري بتاعه رخم جدا جدا جدا. يعني هتلاقي دكتور في الامتحان مثلا بيقول لك ازاي اقدر اوصل لقيم الاتش اس المختلفه في اللونج تيرم اناليسيس. لو انت ما عرفتش انك وتقول له ان انا احول الكيرف اللي من الدرجه السادسه لخط مستقيم عن طريق تحويل المعادله والداله لداله لوغاريتميه، وان انت تعرف، انا ما بقولكش اعرفهم كلهم ازاي بتتحول، انا قلت لك حاجه واحده بس،
اللي هي بتاع جامبل، لو انا جيت جنب الاكسبتنشال نفس الكلام، الويبل نفس الكلام، كلهم نفس الكلام، هتاخد لين وتبدا او كلهم بياخدوا لين عشان اقدر ارسم الخط المستقيم بتاعي. طيب الخط المستقيم ده يا باشمهندسين هيبسط لي حاجه؟ هيبسط لي حاجه، هيبسط لي ايه؟ هيبسط لي ان انا بقى عندي علاقه خطيه اقدر من خلالها اقدر احسب الاتش اس ببساطه جدا وبسهوله. وبالتالي لما اجي ادرس حاله البحر او حاله اللونج تيرم اناليسيس خلاص فتره زمنيه ولتكن 50 60 سنه، فبقت الاتش اس بالنسبه لي داله خطيه اقدر من خلالها احسب قيم الاتش اس بسهوله جدا. طيب طبعا الاتش اس لسه جوه الاحتمالات، فهتلاقي ان الداله بتاعك اللي انت بتعبر عنها هي داله احتمالات. بس لو انا قلت لك هات لي احتماليه تولد اتش اس بارتفاع اقل منها او ارتفاع معين، بمجرد ما تطبق في المعادله الخطيه انت ببساطه جدا تقدر تحسب قيمه الاتش اس الاحتماليه بتاعها. يعني قلت لك احتماليه تخطي احتماليه تولد اتش اس اقل منها يساوي 5 متر، فانت هتروح للمعادله الخطيه تعوض عنها بالاتش اس اللي هي 5 متر بتاعك طبعا اقل منها ويساوي، تقدر تجيب احتماليه ان هي تكون اقل منها ويساوي 5 متر. طيب لو عايز التخطي، التخطي واحد ناقص السي دي اف. لحد ما انا واقف هنا يا جماعه في مشكله، الكلام بيبدا يصعب. انا مش عايزك تعرف ولا تحفظ اي معادلات ولا تبص لهم يا سلمي. انا مش عايزك تعرف اي حاجه عن الكلام ده غير انك تبقى عارف ان انا بحول الكيرف الخط المستقيم، مش عايزك تعرف معادلات. الكلام واضح؟ انا مش عايزك تعرف معادلات. كلام واضح. ليه بقى؟ لان في الامتحان الدكتور هيديك المعادله بتاع اللونج تيرم اللي هتشتغل منها، ما تجيش ولا معادله. ماشي؟ انا بس بقول لك اللي انا عايزك تفهمه، اللي انا بقوله ان الدكتور بيعمل ايه عشان يخلي المعادله من كيرف الخطيه عشان يقدر يجيب الاتش اس او احتماليه تولد اتش اس اقل منها ويساوي اتش اس معين. ده اللي انا عايزك تبقى فاهمه، اي حاجه تانية مش عايزك تفهمها. يعني مش عايزك تشغل بالك بيها وتفكر ان هي هتبقى صعبه وتجيلك في الامتحان، مش هتجيلك. حد عنده اسئله تانية يا جماعه؟ في حاجه مش واضحه لحد دلوقتي؟ يا ده ربيع يا ريس. ايوه فاهم يا ربيع ولا مش فاهم؟ كلام كله هلس والله. شفت؟ يعني امال المحاضره والعيال تبعت لي بيلتكم المحاضره يا ربيع بدل الكلام هلس يا ريس. انت قلت عيال، ما يشغلناش كلام العيال. مالك يا ربيع؟ انت حضرت المحاضره اللي فاتت؟ محاضره يعني مفيش محاضره بفوتها خالص. ايه؟ مفيش محاضره بفوتها يا ريس. طيب امال ايه؟ ما كان الكلام سهل الحمد لله يعني. امال مهندس يعني المحاضره دي كانت اقصر من اللي فاتت اصلا. يعني ايه المحاضره اللي فاتت؟ اللونج تيرم ديت كانت انا اعتقد كانت اسهل من الشورت تيرم، لان في الشورت تيرم ما كناش لسه عرفنا احتمالات وكنا تايهين. ايوه ماشي، بس هي المشكله ان انت في حل المسائل انا متاكد لحد دلوقتي ان انكم عندكم مشكله في حل المسائل. لا في الشورت تيرم لا الدنيا تمام. في اللونج تيرم بكلمش في الشورت تيرم. اللونج تيرم لا كان بيحل لوحده بقى، احنا كنا نم. طيب انا هفهمك ازاي تحل ان شاء الله النهارده. تمام. انا اصلا ملخص لكم الموضوع ده دلوقتي، هتلاقوا تلخيص الحل بتاع المسائل حل، بس لما اوصل ليها يعني. احنا لسه فاضل لنا لسه قدامنا تلت ساعه لما اوصل لحل المسائل، تلت ساعه هي ممكن اكتر من تلت ساعه كمان، ممكن نص ساعه كمان. تمام؟ بيقول لك ان في طريقه ثانيه انك تدرس لي اللونج تيرم اناليسيس. ايه الطريقه الثانيه دي؟ انك ترسم لي علاقه ما بين الاتش اس والتي بيك لكل اتش اس معينه. يعني يعني هاجي كده طبعا ده عندك سيجنيفيكانت ويف هايت، وهنا عندك البيك بيريود، وخدت باعتباري كمان اللي هي الويند روز اللي هي اتجاهات الموجه، وابدا ارسم علاقه زي ما انت شايف كده ما بين الاتش اس وما بين التي بيك. طبعا زي ما انت شايف كده الموضوع معقد جدا، انا عندي ملايين الملايين من النقاط، انا كل اتش اس عندها تي بيك. فبالتالي بيقول لك لا انا مش هلجا للحل ده، انا مش هستخدم حاله ان انا ادرس علاقه ما بين الاتش اس والتي بيك، انا هلجا لحل ان انا ارسم علاقه ما بين الاتش اس وما بين البروبابيلتي، ومن خلال الاتش اس والبروبابيلتي اقدر اوصل
للاحتمالية اللي أنا محتاجها لتولد موجة معينة في فترة زمنية طويلة. تمام؟ لو قدام حضرتك ده أدي موجة غير منتظمة، أنا عشان أدرس الويف كلايمت زي ما قلت لك المهم جدا جدا بالنسبة لي هي الاكستريم ويف كلايمت، القيم القصوى اللي ممكن تحصل خلال فترة زمنية طويلة. طيب يا باشمهندس، القيم القصوى اللي ممكن تحصل خلال فترة زمنية طويلة دي ازاي اقدر ادرسها؟ يعني في كام طريقة للدراسة بتاعتها؟ بقولك والله انا عندي طريقين مشهورين جدا. اول حاجة عرف لي الاكستريم ويف كلايمت هو توزيع القيم القصوى لمعاملات الموجة الممثلة على سبيل المثال اتليست الفترة الزمنية طويلة. يبقى انت لما تيجي تعرف الاكستريم ويف كلايمت يبقى توزيع القيم القصوى لمعاملات الموجة اللي انا هستخدمها اللي انا همثلها لفترة زمنية طويلة. تمام يا باشمهندس. كم طريقة للتمثيل؟ بقول لك انا عندي طريقتين للتمثيل. ايه الطريقتين المشهورين جدا بالنسبة لي؟ حاجة اسمها الانوال largest value وحاجة تانية اسمها البيك اوفر threshold. تاني حاجة اسمها الانوال largest value وحاجة اسمها البيك اوفر threshold. يعني يا هندسة الانوال largest value انا عندي هدرس خلال 80 سنة، فكل سنة هجيب اعلى قيمة في السنة. يعني اعلى قيمة في سنة 2001 كانت 8 متر، اعلى قيمة في 2002 كانت 10 متر، فكل سنة هجيب أعلى قيمة موجة حصلت من خلالها، ويبقى دراستي للموجة خلال المئة سنة من خلال الأنوال لارجست فاليو لأن بتعامل مع الإكستريم فاليو. أو إن أنا أعمل حاجة اسمها ثريشولد. يعني إيه ثريشولد؟ يعني هعمل معيار ثابت. طبعا المعيار ده بما أني بتكلم في موجة خلال فترة زمنية طويلة فأنا متأكد مليون في المية إن أنا عندي ارتفاعات كبيرة جدا، فأنا أخد ارتفاع وليكن 1.5 متر واقول له هو ده بالنسبه لي الثريشولد، بمعنى ده المعيار الكيرتريشن اللي انا المعيار اللي انا هبني عليه الكيرتريشن بتاعي، وابدا ادرس الموجه خلال ارتفاعات اكبر من ارتفاع الثريشولد ده. طبعا هيطلع لي ده اكتر. يعني لو انا بنتكلم في اللارجست الانوال لارجست فاليو فانت بتتكلم في مثلا لو 80 سنه يبقى انا عندي 80 فاليو، انما لو انا عندي اللي هو البيك اوفر ثريشولد لا الموضوع هيزيد شويتين، بمعنى ان انا ممكن في السنه الواحده يبقى انا عندي بيك اوفر ثريشولد 10، فانا خلال ال 80 سنه بقى عندي 800 قيمه ما عادش عندي 80 قيمه. نرجع ندرس ونكلم مع بعض. ده بيقول لك ده خلاص عرفت الاكستريم فاليو. بيقول لك اهم حاجه في التصميم وده الاساس واللي انا اتكلمت عنه من شويه انك تعرف لي القيم القصوى اللي ممكن الموجه توصل لها، لان ده اللي على اساسه باخد حدود التصميم وكذلك بحدد الفتره الزمنيه اللي انا بيسموها اللايف سايكل بتاع عمر المنشا. والله عمر المنشا بتاعي ده هيكمل 100 سنه، هيكمل 80 سنه، هيقعد لي 125 سنه، فده مهم جدا بالنسبه لي. وبالتالي انا محتاج اعرف حاجتين مهمين جدا، ده اللي انا كنت بتكلم عليه، الانوال فاليو اكستريم اللي هو كنا بنسميها الانوال لارجست فاليو القيمه القصوى خلال كل سنه، وكذلك محتاج اعرف اعلى امواج هتسجل خلال حالات البحر المختلفه، وكمان محتاج اعرف ارتفاعات كبيره بتاع الاتلس اللي هو هنسميها بيك اوفر ثريشولد، ان هو غصب عني كده كده هيحصل لي ارتفاعات كبيره فانا ادرس فوق المعيار الثابت ده. يبقى حاجتين ثابتين محتاج تعرفه، الانوال لارجست فاليو او البيك اوفر ثريشولد. طيب احنا هندسه بندرس ايه؟ والله الدكتور في الامتحان اللي بيحدد لك وبيسهل لك الدنيا بانه بيحدد لك المعيار الثابت ده. يعني ممكن يقول لك الكريتريشن مبنيه ان الاتش ما تزيدش عن 2 متر، وبالتالي ان اي قيمه فوق ال 2 متر بتبقى خطر معين هو هيحدد لك ده. يعني انا من الاخر لما يجي لي السؤال ده هيجي لك سؤال نظري، الدكتور هيقول لك ايه الاكستريم ويف كلايمت يقصد بيها ايه؟ ان ادرس اكثر ارتفاعات ممكن تحصل للموجه خلال فتره زمنيه طويله من خلال معاملين، اول معامل الانوال لارجست فاليو، ثاني معامل البيك اوفر ثريشولد. تبقى عارف الانوال لارجست فاليو معناه ايه والبيك اوفر ثريشولد معناه ايه. كل اللي انا بتكلم فيه دلوقتي كل اللي انا بتكلم فيه ده كل ده نظري، فده مهم جدا لان النظري في في الرخم في الامتحان للجزء ده ومهم بيجي في الامتحان.
والله احنا كنا قلنا للدكتور اللي هو الغيه، بس الدكتور ما رضاش الغيه. ده اللي قدام حضرتك ده، ده الانوال لارجست فاليو، جه خلال سنه 1962 61 62 63 64 65 وراح جاب اعلى قيمه ممكن تحصل له خلال السنه. طبعا دي السنه ايه، فعشان كده خد القيمه دي السنه دي، فخد القيمه دي السنه الثالثه، خد القيمه اعلى قيمه ممكن تحصل خلال السنه، وده بيسمى الانوال لارجست فاليو. طيب بعد ما اخترت القيم القصوى هعمل بيها ايه؟ بقول لك احنا كنا بنروح نرسم علاقه ما بين الاتش اس ومن البروبيلتيدنس فانكشن. طيب هندسه الكلام ده في العادي، يعني لو انا قلت لك بدرس اللونج تيرم اناليسيز للظروف العاديه، فهات لي علاقه ما بين الاتش اس اللي هي السيجنفيكانت او فايد ل 1000 حاله بحر، وهنرسمها مع احتماليه تولدها. طيب لو انا عايز اخليها سبيسيفيكيشن شويه، يعني مختصه شويه، يقول لك ايه؟ طيب ايه اللي يخليني ارسم اتش اس مع البروبابيلتي؟ ليه يا هندسه؟ ما انا محتاج اخلي الموضوع نوعي شويه، كده كده اللونج تيرم اناليسيس خاص بالتصميم. يقول لك طيب ما ترسم لي القيم القصوى مع البروبابيلتي احسن. فيقول لك في الحاله دي بعد ما بيختار القيم القصوى الارتفاعات، سواء كان بطريقه الانوال لارج فاليو او بطريقه البيك اوفر ثريشولد، هرسم الكوميونيتيف دينستي فانكشن. بس الايه بقى؟ بيقول لك ان انا هرسم علاقه ما بين الانوال لارج فاليو او قيم الاتش اللي هي بتاع بيك اوفر ثريشولد مع احتماليه تولد الارتفاعات دي. طيب هل ده متاح؟ اه متاح. وهحل معاك مساله دلوقتي بتتعامل مع البيك ستريمز، يعني السي دي اف للانوال لارجست فاليو. هحل معاك مساله كمان شويه من دي. يبقى انا ببساطه جدا من ساعه ما بدات الشورت تيرم اناليسيز ظهر عندي ثلاث حاجات. اول حاجه علاقه ما بين الاتش والبي، ومنها جبت الاتش اس، معاملات الموجه المختلفه او الكومن ويف هايت. لما ده في الشورت تيرم اناليسيز، لما دخلت في اللونج تيرم اناليسيس فظهر لي اكتر من حاله بحر، فظهر لي اكتر من اتلس، فبالتالي رسمت علاقه ما بين الاتلس والبروبابيلتي دينست فانكشن بتاعتها. لما دخلت وقلت لك انا هدرس الاكستريم ويف كلايمت، وبالتالي بقى عندي قيم مرتفعه سواء كانت لارجست انوال فاليو او البيك اوفر ثريشولد، فقلت لك خلاص يبقى انا بدل ما ارسم علاقه ما بين الاتلس، انا ارسم علاقه ما بين القيم القصوى والاحتمالات بتاع تولدها. انا بس بعرفك الدنيا بتتدرج ازاي من اول الشورت تيرم لحد ما انا واقف في اللونج تيرم. ده الكيرف، وده بعد ما حولت الخط المستقيم. وطبعا زي ما قلت لك بنحول الكيرف للخط المستقيم عن طريق ان هو بيبقى مقياس لوغاريتمي، ودي علاقه ما بين البروبابيليتي وما بين الاتلس. طبعا هنا اسهل بكتير من هنا، لان هنا انت عندك اكتر من قيمه، اكتر من قيمه لقيت لي اس ممكن تظهر لك، انما هنا بقى لكل احتماليه قيت لي اس واحده، وبقت الدنيا صلاح مدحه سهله جدا. دي طريقه التحويل واتكلمت عليها قبل كده اهو. ده الشكل بتاع جامبل لما حولته من كيرف الخط المستقيم، بيقول لك ان المعادله بتاعته الار سكوير، بمعنى ار سكوير ده يا جماعه يعني الخطا، نسبه الايرور تقريبا قليله جدا اللي هي 5 من 1000. لحد ما انا واقف هنا يا باشمهندسين، حد عنده مشكله او في اي حاجه مش واضحه؟ معلش يا هندسه انا عايزك تقول لي التدرج اللي انت قلته من شويه. ثلاث تدرجات يا محمد، اقول لك من اول الترم عشان تبقى فاهم، عشان اريحك. اول الترم احنا كنا بندرس الموجه خلال ثواني، فلما كنا بندرس الموجه خلال ثواني كانت الموجه بتبان ان هي منتظمه، فكان بيبقى عندي ارتفاع واحد للموجه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ تمام. لما درست الموجه خلال فتره زمنيه طويله من ساعه لثلاث ساعات، اتحولت من سكندز لسي ستيت معينه، وبالتالي انا اتحولت من ان الموجه تاخد سنسيديوال ويفز، يعني موجه منتظمه، لموجه عشوائيه ريجولار او راندوم، وبالتالي زاد لي اكتر من ارتفاع. فرسمت علاقه ما بين اتل والبي، اتل اللي هي الارتفاعات اللي ممكن تحصل خلال السي ستيت، والبي اللي هي احتماليه تولد كل ارتفاع منها. تمام؟ تمام. ده كده اللي هي شورت تيرم اناليسيز.
لما قلت لك طول لي الفتره الزمنيه كمان شويه وبقت من 10 ل 15 20 سنه، فقلت لك بقى عندي اكتر من سي ستيت، وبالتالي انا محتاج ارسم علاقه ما بين الاتش اس وما بين البروبابيليتي. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. طيب انا قلت لك ان في اللونج تيرم اناليسيز المهم جدا بالنسبه لي ان انا ادرس الكام الماكسيمم اللي هي الاكستريم فاليو. فانا قلت لك ان انا عندي طريقتين من خلالهم بقدر احسب الاكستريم فاليو، سواء كانت الانوال لارجست فاليو او كانت طريقه البيك اوفر ثريشولد. بعد ما جبت القيم القصوى، بدل ما هرسم علاقه ما بين الاتش اس وما بين البروبابيليتي، لا انا هرسم علاقه ما بين القيم القصوى اللي انا جبتها من الطريقتين دول وما بين البروبابيليتي. يبقى انت عندك اربعه، سواء كان ارتفاع واحد لو كانت الموجه خطيه، اكتر من ارتفاع ورسمت علاقه بين الارتفاع وما بين البروبابيليتي لو كانت الموجه شورت تيرم اناليسيس، بعد كده اتش اس والبروبابيليتي لو كان بتكلم بصوره عامه جدا عن اللونج تيرم اناليسيس. لكن لو انا اتكلمت على الاكستريم ويف كلايمت يعني على القيم القصوى، يبقى انا ظهر لي الكيرف الرابع. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت يا ريس، بس الطريقه بتاع اللي هي الماكسيمم انيوال فاليو دي، طب ماشي دي انا مقتنع بيها، الثانيه دي بقى يعني مميزه في ايه او انا بستخدمها ليه؟ ابحاث يا محمد، طريقه ريسيرش معينه يعني. ابحاث علميه بحته. يعني انا عايز اقول لك اي حد، باشمهندس المراكب على فكره شغال في الموضوع ده، اي حد لما بيجي يشتغل ابحاث علميه ما ينفعش يشتغل لارج انوال فاليو. ليه؟ لان لو انت جيت تشتغل الطريقه دي يقول لك ايه ده، انت بتسال على نفسك الحل، انت كده بتلاقي مخرج لمشكله هتظهر لك. انما البيك اوفر ثريشولد دي بتظهر لك حوالي 800. انا هوريك يعني، لو انا هبعت لكم جدول كده المره الجايه، حد بس يفكرني ان البيك اوفر ثريشولد ممكن يظهر لك عندك 1000 موجه، فانا بيظهر لي 1000 ارتفاع. ال 1000 ارتفاع دول بقى محتاج ادرسهم بطريقه معينه وطريقه خاصه جدا. فعشان كده دايما، وطبعا بيبقى يحصى، طبعا كل الدراسات اللي انت قدامك دي شايفها يحصى، حتى الريتيرن بيريود يحصى، فده بيبقى محتاج مجهود شويه من الباحث، وعشان كده بيسيبوها للابحاث. انما احنا بنتعامل مع الجزء السهل. يا محمد كل الارتفاعات الاعلى من الثريشولد يا محمد. طب بالظبط، انا قلت لك يبقى عندك اكتر من، انا بقول لك انت لو انت عندك في الانوال لارجست فاليو 80 نقطه، ممكن يظهر لك في الثانيه 8000 نقطه. يعني ايه كيرفات متقطعه؟ بص يا محمد، بص خليك معايا، بس خليك معايا. ده الخط الثابت، دي الموجة، ده الثريشولد بالنسبة لك. فينا كم نقطة فوق الثريشولد؟ أيوة بقول لك اللي فوق النقط، فوق الخط بس كده. لا حبيبي، أنت بتاخد أعلى قيم فقط يا محمد، الارتفاعات أنا ما يهمنيش الكيرفات. الريتيرن بيريود بقى يا جماعة، إيه هي الريتيرن بيريود؟ انتوا ما درستوش اي حاجه عن الاحصاء للاسف في حياتكم. نقطه بس هندسه، اتفضل يا محمد. قلت قبل ما ناخد المقياس اللوغاريتمي اللي هو انت عملت، لما انت بين حاجه لوغاريتميه كده اللي هو التشارت دي، الكيرف عشان احوله من كيرف لخط مستقيم. بالظبط. وانت قلت فرق بين لما تبقى خط مستقيم ولما يبقى كيرف. تمام. قلت انت قلت لكل اتش اس اكتر من احتمال، وده لما يبقى كيرف، لما يبقى خط مستقيم هيظهر لك في بعض النقط اتش اس لا اكتر من احتمال، لان لو انا خدت، بص لو انا قلت لك ادي العلاقه يا محمد، وبص الكيرف عامل ازاي، الكيرف ده بيفضل يلعب لانه درجه من الدرجه السادسه. بص الاتش اس دي ايه اللي هيحصل عندها؟ تمام احتماليه. طيب انا هاخد اجنه واحد فيهم. تمام، هي دي الفكره. فانا عشان كده لما احول ده، شوف ده نفس الكيرف اهو، حولته لخط مستقيم، بقى عندي كام احتمال؟ واحد بس كده. فعشان كده سهل الدنيا على نفسي. تمام. حد عنده اسئله تاني؟ عندك اسئله يا ربيع؟
روح يا ريس روح روح يا ريس. الريتيرن فيرول بقى يا جماعه، احنا تعالى بقى ندرج الكلام اللي قلناه. احنا اتكلمنا في الاول عن اللونج تيرم واهميته، بعد كده اتكلمنا ان انا محتاج الاكستريم فاليو، بعد كده هتكلم عن الريتيرن بيريود. يعني ايه الريتيرن بيريود ده يا باشمهندسين؟ فتره الرجوع. يعني ايه فتره الرجوع؟ بقول لك هندسه ببساطه جدا، فتره الرجوع دي هي فتره بتمثل لي ارتفاع عوده حاجه معينه بتحصل. بمعنى لو انا قلت لك الريتيرن بيريود للتسونامي في اليابان مثلا، يعني ايه اكبر تسونامي؟ بقول لك ان كل 70 سنه بيحصل تسونامي بارتفاع 20 متر في اليابان، يبقى الريتيرن بيريود بتاع التسونامي اللي هو ب 20 متر ده يبقى 70 سنه. تمام. لو انا قلت لك عندنا في البحر المتوسط في موجه ارتفاعها 15 متر بتحصل كل 90 سنه، يبقى الريتيرن بيريود للموجه اللي اسمها 15 متر هي 90 سنه. لو انا قلت لك ان انا عندي في مثلا في البحر الاحمر في موجه ارتفاعها 9 متر بتحصل كل 70 سنه، يبقى فتره رجوع الموجه اللي هي 7 متر دي 70 سنه. بمعنى ان ال 7 متر يا جماعه هيعدي 70 سنه عشان الموجه دي تتكرر تاني. فالريتيرن بيريود هي الفتره الزمنيه بين تكرار الموجه دي. طيب لما انا اقول لك ان انا عايز ادرس الاكستريم فاليو، ايه الاكستريم فاليو؟ اللي هي القيم القصوى. طيب انا عايز اصمم اي منشا فانا هصممه على الاكستريم فاليو. طيب بس هصممه على الاكستريم فاليو ده، انا عايز اعرف القيم القصوى اكبر قيمه دي ممكن تتكرر كل قد ايه. يعني ايه هندسه؟ يعني انا جيت اعمل فيرتيكال بريك ووتر، الموجه اللي انا مصمم عليها موجه ارتفاعها 12 متر للريتيرن بيريود 100 سنه، تمام، والمنشا ده عمره 100 سنه، وانا بادئ المنشا من النهارده، فانا ضامن ايه؟ ان ال 12 متر دي مش هتحصل خلال فتره عمر المشروع. طيب لو قلت لك لا ال 100 انا هعمل فيرتيكال بريك ووتر 100 سنه والموجه ال 12 متر دي كانت حاصله من 30 سنه، يبقى خلال 70 سنه انا متوقع ان هي تحصل. يبقى انا لو ما خدتش في اعتباري ان الموجه اللي هي مقدارها 12 متر دي هتحصل بالنسبه للفيرتيكال بريك ووتر ده وخدتها في التصميم، فممكن الفيرتيكال بريك ووتر ده ينهار قبل فتره عمله اللي هي اللايف سايكل بتاعه. تعالى اما نبسط الكلام واحده واحده. بيقول لك دلوقتي انت عرفت ان دراسه الموجه على المدى البعيد علاقه ما بين اكثر من اتش اس واحتماليه حدوثهم خلال فتره زمنيه طويله. بعد كده عرفنا ان افضل حل عشان اقدر ادرس الموجه على المدى الطويل ان اهتم بالقيم القصوى، سواء كانت هتحصل خلال سنه او كانت هتعدي معيار ثابت انا بحدده. طيب انا بقى عايز ايه؟ بيقول لك لو انا اصمم منشا فتره عمره او اللي هي اللايف سايكل بتاعه 100 سنه، فانا محتاج اعرف ايه هي القيم القصوى اللي هتحصل خلال ال 100 سنه، او القيم القصوى دي هتتكرر كم مره خلال ال 100 سنه. فانا محتاج اعرف مصطلح اسمه ريتيرن بيريود. يعني ايه بقى ريتيرن بيريود؟ بيقول لك ان الريتيرن بيريود ده ببساطه جدا الفتره الزمنيه اللي ممكن ان الموجه القصوى تتكرر بعدها بنفس الارتفاع او اكبر. تاني، الفتره الزمنيه اللي ممكن ان تتكرر بعدها اقصى قيمه قصوى على الاطلاق في ارتفاعات الامواج او تحصل موجه اكبر منها. بمعنى اقصى موجه انا مصمم عليها 12 متر، فبعد 100 سنه حصلت لي موجه 14 متر، يبقى الريتيرن بيريود برضو 100. ليه؟ لان انا بقول لك ال 12 دي خلال ال 100 سنه ما اتكررتش، واول ما اتكررت بقت 14. يبقى الفتره الزمنيه اللي بتكرر بعدها اقصى قيمه قصوى على الاطلاق في ارتفاعات الامواج او تحدث موجه اكبر منها في الحاله دي بتبقى اسمها ريتيرن بيريود. وفي معظم الاحيان احنا بنتعامل مع الريتيرن بيريود دي اللي هي الفتره التصميميه، بمعنى ان انا بشوف الفتره اللي المفروض المنشا يعيشها بناء على قيمه الريتيرن بيريود. لو ريتيرن بيريود 200 سنه فانا بحدد زي ما انا عايز، مش هيفرق معايا. لو ريتيرن بيريود 50 سنه فانا محتاج اخلي فتره عمر المشروع، لو انا عايز اكبر من 50
يبقى انا هاخد الريتيرن بيريود في الاعتبار. لو عايزها اقل من 50 فبهمل الريتيرن بيريود، ما باخدهاش في الاعتبار. وصلت ولا ما وصلتش للمصطلح ده يا جماعه؟ في مشكله فيه؟ لان ده مهم جدا، ده حل المسائل بتاعنا. وصل ولا ما في ولا في مشكله؟ تمام يعني؟ وصل وصل. اللي قدام حضرتك ده علاقه ما بين الاتش اس اللي هي السيجنيفيكانت ويف هايت المختلفه وما بين الريتيرن بيريود لاكثر من معادله جامبل وويبول واللي هي بتاعه اللي هي اللوج وهكذا. ده بيثبت لك ايه كمان؟ طبعا الكلام ده قبل ده كله كيرفات قبل ما احوله. ده كله بيثبت لك ايه يا باشمهندس؟ بيثبت لك حاجه بسيطه جدا، ان انت ممكن بنفس قيم اللي عندك تلاقي كيرف مختلف. طيب لما انا اجي اصمم، لما اجي انت تصمم مفروض ان بيبقى في حاجه اسمها استرشاد، بمعنى ان بيجي استشاري المشروع ويقول لك والله يا هندسه انا المعادله اللي انا شايف ان هي تصلح للوضع في مصر هي ويبول، فهو متعامل مع ويبول، او الوضع اللي انا شايف انها تصلح للوضع في مصر هي جامبل. المهم الحاجه اللي انت لازم تبقى مقتنع بيها ان كل ما الريتيرن فيديو زادت كل ما قيمه الاتش زادت. تاني، كل ما الريتيرن فيديو زادت كل ما قيمه الاتش زادت. وده انا اتكلمت عليه من زمان من فتره، لما اقول لك انا بدرس خلال 20 سنه او 30 او 40، كل ما زود الفتره الزمنيه فارتفاع الموجه القصوى اللي ممكن تظهر احتماليتها بتزيد. يعني لو انا قلت لك خلال 5 سنين احتماليه تولد موجه مقدارها 15 متر تكاد تكون بتساوي صفر، خلال 10 سنين هتلاقي الاحتماليه بتساوي 5 من 100، خلال 20 سنه ممكن تبقى 1 من 100، خلال 100 سنه ممكن توصل 10%. يبقى احتماليه كل ما الريتيرن فيديو تزيد كل ما الفتره الزمنيه تزيد فقيم ارتفاعات الموجه اللي ممكن تحصل بتزيد. الكلام ده ثابت ولازم تبقى عارفه. طيب ازاي اقدر افصل ده؟ بيقول لك لو انا عندي موجه ارتفاعها 10 متر وفتره الرجوع بتاعها 70 سنه. تمام؟ معناه ان بعد 70 سنه الموجه دي هتحصل. طيب لو انا قلت لك ان انا عندي ال 70 سنه دي مقسم من 20 سنه فمعناها ان القيمه القصوى هتتكرر بعد 50 سنه. طيب لو انا افترضت ان عمر المنشا بتاعي 50 سنه في الحاله دي انا مش هقلق. ليه؟ لان ببساطه جدا الريتيرن بيريود او اقصى قيمه هتحصل في الموجه هتحصل بعد نهايه عمر المشروع وبالتالي مش هيفرق معايا. طيب لو انا افترضت بقى انها كانت عمر المشروع 70 سنه وهي هتحصل خلال 50 سنه، في الحاله دي فانا محتاج اخد الريتيرن بيريود او القيمه القصوى اللي هتحصل خلال الريتيرن بيريود في الاعتبار. وهحل معاك على فكره دلوقتي مساله ما خدتش الريتيرن بيريود في الاعتبار ومساله خدت الريتيرن بيريود في الاعتبار عشان اعرفك الفرق بينهم، لان انا ممكن اخدها وممكن ما اخدهاش. تمام؟ طيب بيقول لك ان في علاقه ما بتربط ما بين الريتيرن بيريود وما بين الكوميوليتيف ديستريبيوشن اللي هي احتماليه تولد موجه بارتفاع اقل من او يساوي ارتفاع معين. ازاي؟ بيقول لك ان التي ار بتساوي التي الفتره الزمنيه ما بين الامواج. طب انا قلت لك انا بدرس انه نوع من الامواج؟ انه اللارجست فاليو ولا البيك كفر ثريشولد؟ بدرس انه واحد فيهم يا ابني؟ انوال. انوال يبقى التي بكام؟ سنه. سنه تاني. الله ينور عليك يا ربيع، الواد ربيع ده بدي له بونص لما او هدي له كويز مش متاكد قوي. اللي انا بتعامل بيها زي ما انا قلت لك انوال لارجست فاليو. انوال لارجست فاليو يعني اقصى قيمه ممكن تحصل خلال السنه، يبقى الفتره الزمنيه بتاعتها ايه؟ سنه. فهتلاقي دايما التيب واحد. طيب البيت ديزاين بيقول لك دي احتماليه تولد اي موجه بارتفاع اقل من او يساوي الارتفاع اللي انت مصمم عليه. تاني، احتماليه تولد اي موجه بارتفاع اقل من او يساوي الارتفاع اللي انت مصمم عليه. يبقى التي ار ليها علاقه مع الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن. ادي البي اتش ايه بيقول لك ذا كوميوليتيف بروبرتيز ذات اتش اس اقل من او يساوي اتش اس ديزاين. التي
اللي هي الفتره الزمنيه ما بين الداتا بوينتس اللي احنا غالبا بناخدها سنه. مش هي مش الواحد ناقص البي اتش دي اللي هي الاكسيدنس بقى. الاكسيدنس الله ينور عليك مظبوط. ادي علاقه تانية اهي ادي ريتيرن بيريود وما بين السيجنيفيكانت تو فايت لحاجه متاسف عليا. فبيقول لك اهو ادي الواحد يير ويفايت يعني لو انت خدت الفتره الزمنيه 10 سنين فالريتيرن بيريود كانت 4.1 من 10 متر. لما خدتها ادي 10 سنين اسف كانت 6.1 من 10 متر. لما خدتها 25 سنه فالريتيرن بيريود بقت 6.9 من 10. لما خدتها 50 سنه بقت 7.4 من 10. وطبعا لو خدتها خلال 100 سنه هتوصل ل 7.8 من 10. بمعنى ان الريتيرن بيريود كل ما بتزيد كل ما الاتش اكيد هتزيد يا كمان. تمام لحد ما انا واقف هنا يا جماعه في مشكله في حاجه مش واضحه مروان الدنيا واضحه؟ هو انت بتقول هنا لو اتقست بعد واضحه باشمهندس ان اللي انت كنت كاتبها كام سطر كنت كاتبهم السلايد اللي قبليها السطر الثاني بقى ايه السطر الثاني هندسه انت بتقول لو كانت متقاسه من 20 سنه تمام يعني انت بتقول معناها ان القيمه القصوى دي هتتكرر بعد 50 سنه هو مش ركز معايا ركز معايا الريتيرن بيريود كام يا محمد 70 اوضح لك بالرسم الريتيرن بيريود 70 اهي ماشي انت كنت عايز سنه 2000 يبقى القصوى هتحصل سنة كام؟ 2070 طيب لو انا قلت لك انا عايز سنة 2020 وفترة عمر المشروع بتاعي 50 سنة يبقى القصوى هتحصل سنة كام؟ مع 2070 من 50 سنة طيب فترة عمر المشروع كانت 50 سنة يبقى هي هتحصل خلال فترة عمر المشروع ولا مش هتحصل؟ تمام طيب لو انا قلت لك بقى العكس انا قست من هنا يعني انا قايس فتره عمر المشروع 70 سنه يبقى المفروض المشروع هينتهي سنه كام 2090 طيب القصوى هتحصل سنه كام 2070 يبقى انت لازم تاخدها في الاعتبار تمام وصلت تمام ما هي البيك فاليو ما لقيتش الزاين يا محمد لا لا انا بص كاتب هنا ايوه البي اتش زاين عشان تبقى فاهم اي بي اتش يا محمد عشان تبقى فاهم هي احتماليه بي اتش يعني كوميوليتيف بروبابيلتي فانكشن يعني ايه كوميوليتيف بروبابيلتي احتماليه تولد موجه اقل من او يساوي ارتفاع معين فلو قلت لك الاتش زاين 10 متر يبقى احتماليه تولد موجه اقل من يساوي 10 متر اسمها ايه؟ بي اتش زاين اللي هي بي اتش 10 متر. وصلت ولا ما وصلتش؟ بي اتش اقل من يساوي 10 متر. هي دي هتبقى بيك فاليو لا لا احنا هنتعامل مع اتش اس دايما هتعرف دلوقتي احنا شغال ايه. ما هو لان احنا بندرس حالات بحر فلازم باخدها دي اتش اس اصلا. هتعرف انا شغال يا محمد ما استعجلش عشان حل المسائل لان الحته دي مهمه جدا في حل المسائل. يعني اللارجست فاليو اللي انت بتاخدها يا محمد انت بتاخد اكبر قيمه صح؟ بس هي اصلا اكبر قيمه دي مش بتمثل لي حاله بحر معينه؟ انا بص 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 ارجع بس للسلايدز بتاع البيك ايوه دي دي بص يا محمد انا بالنسبه لي دي كده حاله بحر صح ولا مش صح ودي كلها حاله بحر ودي حاله بحر هتقول لي بس في قيم عاليه ما انا عارف ما هو اصلا حاله البحر فيها اكتر من قيمه ودي حاله بحر ودي حالة بحر. فهو بيعتبر ان القيمة القصوى اللي جايبها دي اصلا بالنسبة له ايه؟ هي لارجست فاليو بس في نفس الوقت هي اتش اس
لسيستيت معينة. هو اصلا لازم كده، ما ينفعش اقول لك انا هجيب لارجست فاليو وخلاص. يعني لو انا لقيت، ركز بص شايف دي، يعني لو انا لقيت مثلا ده هو ليه هنا مثلا ما خدش القيمه دي، بالظبط لانه لما لقاها بره للسيت قال لك دي بالنسبه لي مش تبقى قيمه جوهريه بالنسبه، هو بياخد اكبر قيمه لكن دي ضمن حاله بحر معينه عشان يقدر يطبق شورت رولز. وهتعرف ده وانا بحل المسائل، لما حل المسائل اصلا ما هوش عدد بالتفصيل. هقول لك ان هو لما بيجي يتعامل مع لارج سبيس مع خلال فتره حاله بحر معينه عشان يقدر يطبق قوانين رياليف اللي انا اتكلمت عليها في شورت ترمينالز. بالظبط، رتب رتب السي سيت بحيث ان هو بقى عنده اكبر اتش اس وعنده اقل اتش اس. هو لما بيجي يتعامل مع الاكبر ايه؟ ايوه يا محمد بالظبط، هو عشان كده انا قلت لك في اللونج تيرم، ما بين اللونج تيرم انا برسم العلاقه جاهزه ما بين الاتش اس والبروبابيلتي. يعني انا اصلا بجيب ارتفاع التولت الاكبر من الامواج واجيب المتوسط بتاعه ويبقى جاهز للسيستيت المعينه. ايه؟ ما هي يا ابني ما هي دي البيك اصلا، هو ايه لقيت لسه يا حبيبي؟ متوسط ارتفاع التولت الاكبر من الامواج، صح ولا مش صح؟ ايوه يعني ده بالنسبه له بيك ولا مش بيك؟ مش هنقول ان هي اقصى قيمه، مش هنقول ان هي اكبر قيمه، لان طول ما انت عمال تتحرك على طول خط القيم بتزيد. ايوه انا بتعامل في السيجنفكنت اوفايت، اصلا سيجنفكنت اوفايت معناها ارتفاع الموجه الملحوظ او الهدف. تمام؟ فالاساس بالنسبه لي هو الاتليس. ممكن الاتليس دي تعرفها يكون ثابت عند الكل، يعني هي اصلا تعرفها ثابت عند الكل، فعشان يخلي كل المعاملات ثابته ما بين كل الناس قال لك يبقى هي دي الاساس بالنسبه لي في الدراسه. لان لو جيت اتعامل زي ما انت بتقول يا محمد مع اقصى قيمه دايما، فانت هتتعامل مع اقصى قيمه بتظهر هنا، احتماليه ظهورها اصلا كام؟ صفر. يبقى انا اصلا مصمم، لان انا عارف ان الموجه اللي انت بتتكلم عنها دي مش هتحصل. انما لقيت لي اس ده احتماليه ظهورها كام؟ بالظبط. انا عايز يبقى حاجه جوهريه، حاجه ممكن فعلا تحصل. فانا لو انا قلت لك صمم لي على الاتش اللي هي اقصى قيمه ممكن تحصل على الاطلاق، على الاطلاق، ففي الحاله دي ما استفدتش حاجه، لان انا عارف ان احتماليه الظهور بتساوي صفر. ما هو ده على فكره نفس فكره الريتيرني بيريود، ان اكبر قيمه ممكن تظهر لك. انت هتعرف لو انا بتعامل مع الريتيرني بيريود ان اقصى قيمه ظهرت 238 سنه. انت متخيل؟ يعني الموجه هتظهر لك بعد 238 سنه، يعني لو فتره عمر المشروع 200 سنه الموجه مش هتظهر لك اصلا. ففي الحاله دي يبقى ما ينفعش اتعامل مع البيك، انا هتعامل مع الاكثر حدوثا اللي هو الاتليس. ايه؟ كلام كبير جدا، حقيقه على فكره الكلام ده مش بتاعكم، الكلام ده دراسات عليا. والله ما بهرج، ده دراسات عليا فعلا. انا الكتاب اللي بحضر منه اسمه كوستال اند انترودكشن مانجمنت. الكتاب ده اصلا معمول كده فور بوست ستيودنت. يعني هتلاقي الصور دي كلها مش عندك في المحاضره، انا جايبها من الكتاب ده اصلا، وهو طبعا اللي ملخص الحاجات دي بالطريقه اللي انا كنت بشرح بيها ده، عشان كده انا بحبه بصراحه. تعالى بقى نشوف ايه علاقه الريتيرن بيريود بنسبه انهيار المنشا. انت قلت لي هندسه ان لو انا ما خدتش في اعتباري انهيار المنشا خلال فتره الريتيرن بيريود، بالتالي لو الموجه الكبيره دي حصلت ممكن تسبب لي انهيار. يبقى انت بتقول لي ان في علاقه ما بين الريتيرن بيريود وما بين احتماليه انهيار المنشا لو انا ما خدتهاش في الاعتبار. فبيقول لك لو افترضنا ان انهيار منشا من المنشات البحريه كان بسبب تخطي موجه من الامواج الريتيرن بيريود
الموجه اللي هتحصل عند ريتيرن بيريود، وبالتالي فانا عندي علاقه ما بين التي ار اللي هي ريتيرن بيريود واحتماليه الانهيار اللي هي البي اي الانكونتر بروبابيليتي. مش بس كده، وكذلك الفتره الزمنيه اللي هتكون فيها المنشأ موجود ومعرض للموجه. المنشأ موجود خلال فتره زمنيه تي وخلال فتره زمنيه في. تي اللي انا من خلالها بجيب اكبر اتش اس خلال السنه عشان ما زعلش محمد سلمي ويبقى المنطوق صح. اكبر اتش اس بتحصل خلال السنه، تمام؟ طيب فتره عمر المشروع اللي هي بنسميها في اللي هي لايف سايكل. فلو انا قلت لك عرف لي اول حاجه اللي هي الانكونتر بروبابيليتي او احتماليه الانهيار، بيقول لك احتماليه ان تتخطى موجه من الامواج قيمه الموجه التصميميه التي صممت عليها المنشا ان اتش اس يكون اكبر من اتش اس ديزاين. طبعا لو حصل ده فبقى عندك كارثه، لان انت مصمم على موجه 12 متر طلع لك موجه 25 متر ولا 20 متر، ممكن تنسف لك اللي انت بتعمله، وده اللي بتعمله التسونامي على فكره، اللي بيبقى موجه غير متوقعه بريتيرن بيريود مفاجاه بتلاقيها جايه بتهد لك كل حاجه. طيب تمام، يبقى انت بتقول لي ان البي اي البي ان كونتر احتماليه الانهيار بتساوي 1 ناقص 1 ناقص تي على تي ار في تي. ده ما يهمنيش القانون، ده ما يلزمكش القانون، اللي يهمك ده هو ده ان التي ار الريتيرن بيريود بتساوي 1 على 1 ناقص 1 ناقص البي اي اللي هي البي ان كونتر او البروبابيلتي فيلير. البروبابيلتي فيلير اللي هي البي اف في، الفي اللي هي فتره عمر المشروع كله اللي هي بيسموها اللايف سايكل. يبقى الفي الديزايرد تايم بيريود ان ييرز اللي هي اللايف سايكل. يبقى انت عندك الريتيرن قانونين، قانون بيربط ما بين الريتيرن بيريود واحتماليه الانهيار، وقانون بيربط الريتيرن بيريود بالكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن، وهنعرف دلوقتي مع بعض ازاي بنستخدم الاثنين مع بعض. ده اللي قدامك ده يا مايكل عشان بس يقول بياكد الكلام اللي انا بقوله، بيقول لك لو انا عندي موجه ادي المعاملات بتاعتها اللي انا قلت لك عليها اللي احنا بنرسم من خلالها الكيرف، فاحتماليه الريتيرن بيريود لو كانت 20 سنه يقول لك ان الموجه ارتفاعها بيزيد اهو. طبعا دي المعاملات المختلفه، كل ما المعامل بيتغير كل ما اتش بتتغير، وده طبيعي لان العلاقه كده بتساوي واي بتساوي اي اكس زائد البي. لما الاي والبي يتغيروا والاكس تفضل زي ما هي الواي بتتغير، فعشان كده لو الاي اتغير اللي هي الالفا والبيتا والكلام ده اتغير بيغير لك قيم الريتيرن بيريود بتاع مش الريتيرن بيريود اسف اللي هي الواي فاي بتاع الريتيرن بيريود. فبقول لك ان ادي المعاملات، ادي اتشات، ادي المعاملات المختلفه، ادي قيم المتوقع للاتش، وادي قيم الريتيرن بيريود بتاعها. بمعنى ان قيم الاتش اس اللي ممكن تحصل 1.5، بس الريتيرن بيريود ممكن توصل ل 5.32 لو كنا زودنا الفتره ل 20 سنه، ممكن توصل ل 5.7 لو زودنا الفتره ل 50 سنه، وطول ما انت عمال بتزيد كل ما الاتش عماله بتزيد. طبعا نفس الكلام تحت، كل ما انت بتزيد الكيرف اللي انا كنت راسمه من شويه، كل ما انت بتزيد كل ما لقيت احتماليتها، كل ما الريتيرن بيريود بتزيد كل ما لقيت عماله بتزيد. الكلام ده لكل القوانين سواء كانت الويبل او جامبل او اللونج نورمال او او او. هو هنا بس بيقول لك ان الاتش اس المختلفه، ادي اتش اس ايه اللي انت ممكن تصمم عليها، بيتغير لها القيم بتاع الريتيرن بيريود بناء على القانون اللي انا كنت لسه راسمها من شويه يا جماعه. دي قانون وده قانون وده قانون، برغم ان هي نفس الداتا، فبمجرد ما غيرت الطريقه اللي انا برسم بيها، بمجرد ما غيرت شكل الكيرف، وبالتالي بيتغير لي قيم الاتشات مع الريتيرن بيريود الثابته. لحد انا واقف هنا حد عنده مشكله؟ لحد ما انا واقف هنا حد عنده مشكله؟ حتى الان لا. في مشكله يا مروان؟ لا فيش مشاكل، بقول لك حتى الان لا. الحمد لله. ما خدت بالي من صوتك، يعني كله تمام. تعالى بقى نشوف حل المسائل
واتمنى ان حضرتك يعني تخلى عندك دم وانت بتذاكر تسمع الحته دي. مش عايزك تكتب اللي فات كله يا سيدي، انا عارفك اصلا نتن ومش هتكتب يا ده، بتسجل في الفيديو سلمي قط بقى قط. بس باولو ما انتش باولو، بس يا حبيبي عايزك تلخص لي المسائل دي. اللونج تيرم اناليسيز مشكلته انه شامل الشورت تيرم اناليسيز مع اللونج تيرم اناليسيز. اقول لك شويه ملاحظات تاخدها في الاعتبار عشان وانت شغال. بيقول لك يا سيدي اول حاجه، لو انا مديك اتش اس معينه وبقول لك اشتغل عليها، معنى كده ان انا مديك حاله بحر معينه، يبقى انا من خلال حاله البحر المعينه اقدر اطبق قوانين الاحتمالات بتاع الشورت تيرم اناليسيس. تاني، لو انا مديك اتش اس معينه وبقول لك عايزك مثلا تجيب لي احتماليه تخطي موجه 3 متر 4 متر في حل المساله الاتش اس دي، فانا مديك اتش اس معينه لحاله بحر معينه، فانا اقدر اطبق قوانين الشورت تيرم اناليسيس الخاصه بالاحتمالات. تاني حاجه، طيب لو انا هشتغل خلال فتره زمنيه طويله عدد ساعات تشغيل خلال سنه، بمجرد ما تحولت من حاله بحر واحده لاكثر من حاله بحر، فعلى طول لما اجي اطبق في قوانين الاحتمالات هنطبق في قوانين الاحتمالات الخاصه بالتحليل على المدى الطويل. تاني، لو انا قلت لك احسب لي تشغيليه المينا خلال سنه، انا تحولت من حاله بحر واحده لاكثر من حاله بحر، فبمجرد ما تحول من حاله بحر واحده لاكثر من حاله بحر، فانا اقدر ساعتها اعوض في قوانين الاحتمالات الخاصه بتحليل على المدى الطويل. تمام؟ بيقول لك لو انا عندي اكثر من احتماليه خلال فتره زمنيه طويله، فتاخد في اعتبارك حاجتين. اول حاجه ان الاتش اس ممكن تتغير، بدل انا هتكلم على احتماليه خلال فتره زمنيه طويله، يبقى انا محتاج احسب قيمه اتش اس لكل احتماليه. تمام؟ طيب لو انا حسبت اتش اس لكل احتماليه وعايز احسب حاجه خاصه بالاتش اس دي، يبقى انا تاني اهو، انا عندي احتماليه خلال فتره زمنيه طويله، يبقى انا عندي اكتر من اتش اس، يبقى انا هطبق في قوانين اللونج تيرم. بعد ما حسبت الاتش اس دي كان في حاجات مرتبطه بالاتش اس، فانا مضطر استخدم قوانين الاحتمالات بتاع الشورت تيرم اناليسيس. لو انت حسبت اتش اس واحده خلال فتره زمنيه معينه، يبقى انا اقدر اطبق قوانين الشورت تيرم اناليسيس. لو انا عايز اطبق خلال فتره زمنيه طويله خلال سنه او اكتر، يبقى انا هطبق في قوانين اللونج تيرم اناليسيس. انا مش فاهم يا باشمهندس، تعالى من الاخر، اي قيمه منفرده للاتش اس هتحلل لي الموجه على المدى القصير، واي قيم اتش اس هستخدمها خلال فتره زمنيه طويله هتحللها لي على المدى الطويل. تعالى اما نشوف حل المساله مع بعض عشان نبدا نطبق الكلام اللي انا بتكلم فيه ده. هديكوا راحه دقيقتين تشموا نفسكم ونرجع تاني. خليها 5 دقايق عشان نصلي الدور. 5 دقايق نصلي الدور كلنا ونيجي. ماشي ماشي. انت بتكتب يا سلمي؟ ما تقراهاش عشان انا طولت فيها على الفاضي. هي الاثنين اللي فوق والاثنين اللي تحت هما الملخص يا سلمي. تمام؟ يعني عشان انا طولت فيها على الفاضي، الاثنين اللي فوق هما الاثنين اللي تحت هما الاساس. اتش اس منفرده مدى قصير، اتش اس طويله يبقى فتره زمنيه طويله على مدى طويل. معاكم 5 دقايق هنبدا حل المسائل الساعه 12 و10.